السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من الكورس بتاعنا، كورس برمجة قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت SQL Server. في البداية أحب أعتذر للناس عن التأخير في رفع الفيديوهات، ودي كانت بسبب بعض الأمور الخارجة عن إرادتي، وأتمنى إن شاء الله في المستقبل إن موضوع رفع الفيديوهات يتم بشكل سلس وبدون أي تعطيل بإذن الله تعالى. تعالوا النهاردة نكمل كلامنا عن SQL Server ونبدأ المستوى الاحترافي من مايكروسوفت SQL Server، فخليكوا معايا. في البداية هنتكلم عن لغة مايكروسوفت طورتها في مايكروسوفت SQL Server اسمها TSQL، و TSQL اختصارا ل Transact SQL، ودي لغة مايكروسوفت بتستخدمها في حاجة تسمى Stored Procedure أو لغة الاستعلامات، بس مش استعلامات اللي احنا كنا بنكتبها Select، لا، لغة الإجراءات. يعني انت لو عايز تعمل برمجة داخل قاعدة البيانات بحيث انها تعمل أمر ما، مش بقى بس مجرد انها انت تعمل سيلكت او تجيب داتا من جداول، لا، انت عاوز تعمل شغل برمجي كامل، فلازم تستخدم لغة التي سيكوال. تعالوا نبدأ نتكلم عن لغة التي سيكوال النهاردة، وقدام ان شاء الله هنبدأ نبني ستورد بروسيجر ونتعامل معها داخل قواعد البيانات. تعالوا نتكلم عن الكومنتس اريا، ودي حاجة اكيد احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس عاوزين نتكلم عنها اكتر لاننا هتبقى متداخلة جدا في شغلنا داخل الستارت بروسيجر او التي SQL. هنا في الجدول فاملي شايفين انا ممكن احط كومنت جنب اي كولوم، مجرد ان انا بحط 2 داش كده هوت. يعني ايه؟ يعني انا لو شلت الاثنين داش دوت اصبحت الكلمة ديت ايه عاملة، شوف طلع لك خطوط هنا ان هو ايرور، لكن لو طلعتها كده بتبقى موجودة جنب سطور جملة سيكوال سيرفر بدون اي مشاكل. فانا لو عملت كده هوت اشوف الجملة السيكوال ما عملتش اي مشاكل. ده لو انا عاوز اكومنت سطر من الداتا SQL، مثلا لو انا هنا و person عاوز اعمل له كومنت مثلا في قلب الكود، بقوم جاي اعمل له كده اهوت كده. لو انا جيت كده اهوت عملت اكسكيوت مش هيعمل حاجه خالص، لان انا كاني بعمل اكسكيوت لكلام فاضي. هو كده كده اساسا الكومبايلر بيعدي عليه بيشوف الاثنين داش دول، بيقوم جاي معدي الجمله ديت وما بيرضاش يعمل لها كومبايل. طيب انا بقى لو عاوز اعمل لكل الكود دوت كومنت بعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين هنا كده اهوت، بقوم جاي عامل فورورد سلاش وجنبيه ستار، وبعد كده بعمل ستار وبعمل فورورد سلاش تاني، وبكده بعمل اللي هو السلاش ديت دوت كده العلامه ديت، بس الستار هنا بتبقى في الاول وهنا الستار في الاخر. بيقوم جاي عامل كوماند للجمله دي كلها. لو انا عاوز اغيره بس اهو اهو رجع كده، ايه الكلام ده ممكن الكومبايلر يشوفه، لكن انا لو عاوز اظلله اهوت بخليه كومنت لحد يعني من اول هنا لهنا. ده كده مش بيكومنت سطر واحد، لا، ده بيكومنت بالك اوف كود مره واحده. تعالوا نتكلم بقى عن الديباج. فاكرين لما كنا بنقولنا سيلكت 3، لو عملتها كده اهوت هيطلع لك في الريزلت هنا خانة الريزلت، انا اقرب ده كده شوية، في خانة الريزلت هنا ايه 3، والمسجز هنا هيقول لك وان رو افكت، يعني انت جبت رو واحد ماشي. لكن لو عملت برنت 6 هتلاقيه طلع لك في المسجز بس، والمسجز ديت دي الكونسول اريا. يعني انت مثلا ايه الناس اللي بتبرمج
بتعمل كونسول ابلكيشنز سواء بالسي شارب سواء باي لغه إن كانت، يبقى في مكان للكونسول اريا عندك عشان يطلع لك الريزلت اللي انت بتطلعها في الكونسول دوت. فانت لو هتبعت ببرنت هتطلع لك في المسجز ديت. تعالى كده نشوف كده، لو احنا عملنا برنت لي كلمه اهو، شوف طلعت لك هنا في هنا جمله اسمها wait for delay. wait for delay دي زي بالظبط كده انت بتعمل hold للكومبايلر، يعني مثلا ايه، انت بتدي له امر وبعدين عاوز له الامر الثاني ان هو يعمل hold للكومبايلر، يستنى شويه. سبب ايه؟ سبب ان هو لما بيستنى شويه انت تقدر ان انت مثلا ايه تخليه زي بالظبط ايه، لو انت عاوز تدخل حاجه في جدول وبعد كده عاوز الجدول ده يستنى شويه قبل ما يقبل ان هو يدخل حاجه تانية لسبب ما، مثلا بروسيس او وات ايفر يعني. فهنا لو شفنا كده اهو، تعالى اكسكيوت، شوف هيستنى وبعد كده ايه هيدي البيجيننج وبعدين هيستنى اتنين وبعد كده يعمل ايه الدن. الكومبايلر وقف البروسيس بتاعتك لمده ثانيتين قبل ما يبدا يعمل ايه كومبايل ليها. نتكلم عن الفاريبلز. بما اننا بنبرمج يبقى لازم ندخل فاريبلز، طبيعي انت بتكتب كود طبيعي يبقى لازم في مكان او مجال انك تدخل فيه فاريبل. تعال نشوف هنا، انا عملت ديكلير لاثنين فاريبل، طبعا انا ممكن استخدم كوما واعمل ديكلير ل20 فاريبل. لو حطيت سيمي كون هنا يبقى انا كده خلاص بقول السطر ده خلاص خلص ماشي. فانا دخلت فاريبل اسمه تيست نوعه انتجر، وفاريبل تاني اسمه تيست 2 نوعه ان فار شار واللينس بتاعه 25 ماشي، وعاوز اعمل لهم سيلكت من هنا اهوت. لو انا عملت كده اهوت ديكلير خلاص هيقول لك ايه كوماندز كومبليت سكسسفلي الميموري ابلت. طيب اروح هنا كده هيقول لك هنا ماست ديكليرز عشان طب انا اعمل لهم ديكلير. لا هنا بقى نتكلم عن السكوب. الديفولت سكوب بتاعك هو البروسيس. يعني يعني انت لو بتعمل بروسيس معين او ترانزاكشن معين لازم يبقى كله داخل الترانزاكشن ديت. يعني مثلا هي سوري لازم يبقى الفاريبل بتاعك داخل البروسيس ديت. يعني انا لو علمت عليهم كده اهوت كلهم خليتهم كلهم داخل البروسيس دوست اكسكيوت اهو ما اعترضش، هو صحيح القيم بتاعتهم فاضيه بس هو في النهايه ما اعترضش. تعالى ندخل فيهم قيم ونشوف اهوت. طبعا احنا عشان ندخل قيم بنستخدم جمله set. set at test بيساوي 1 لان هو طبعا انتجر، و تيست 2 هنحط فيها ايه فاليو ونكسكيوت اهو. شايفين اول واحده ما كانش لسه فيها قيم، تاني واحده القيم اتحطت على طول، عمل السيلكت ودخلهم فيها. لازم تكون داخل السكوب ده اهم حاجه بنشرحها، ان انت طالما عامل ستورد بروسيجر ما ينفعش تديكلير بره البروسيس وبعد كده تعمل البروسيس بدون الديكلير دوت، لازم كله يبقى داخل الترانزاكشن. طيب انت عاوز تترمينيت البروسيس ديت، يعني خلاص انا عاوزها وابدا في بروسيس ثانيه بفاريبلز جديده، نشوف هنعمل ايه عشان نعمل كده. بنستخدم كلمه جو. جو ديت خلاص يعني انت مثلا ايه عملت الترانزاكشن دوت وصلت الجو. دايما طبعا وانت بتكتب ستورد بروسيجر حاول تحط جو دي في الاخر عشان تترمينيت فيحصل كلير للميموري بسرعه. شوف انت هنا دولت هنا كده اهو. طيب لو خدنا كده او ديكلاريشن بقى حاطط فيه قيم وبعدين عملت جو بعد كده استدعيت القيم ديت ودوست اوكي اهو، شوف هيقول لك ايه ال تيست دوت مش معمول له ديكلير. طب انا اعمل له ديكلير اهو هو داخل البروسيس. لا عد على جو في النص، جو هتعمل ترمينيت للفاريبلز دوت وكانه لم يكن اساسا. تعال نشوف حاجه ثانيه كده اهوت خاصه بالستورد بروسيجر برضو. هنروح على الداتابيز اسمها فاميلي ماشي، وهندكلير فاريبلز وهنست الواحد فيهم قيمه 99 وهنستخدم سيلكت عشان نست قيمه ثانيه للايه الفاريبلز ديت.
تعال نشوف كده اهوت. لو عملنا كده اهو ما طلعليش ريزلت، رغم ان انا مستخدم كلمه سيلكت. سيلكت بالطريقه ديت وبالشكل دوت اللي هو سيلكت الفاريبلز وبعدين بيساوي من الجدول، وهنا سيلكت بيساوي لاست نيم، ده كانك بتست فاليو جوه الايه اللي هو التمب اي دي والتمب لاست نيم، ماشي؟ كانك بالظبط كده بتحط فيهم قيم جديده. تعالوا نعمل كده اهوت، نران اهو. طيب بس التمب اي دي هنا ب 99، لا خلاص هو اتحط فيه قيمه جديده من البيرسون اي دي. طبعا هو خد يعني اقل واحد، او هو اوردر باي بيرسون اي دي، خد اقل واحد فيهم، خد البيرسون اي دي الاقل منه. وده معناه ان انت ممكن تسيت داتا ها بس باستخدام جمله سيلكت زي المثال دوت ما هو موجود من الجدول بيرسون. هنا طبعا هو معترض عشان شاف دولت فوق، بس ما علينا. هنا انا عندي temp id برضو عملت له declare و last name declare، وهاجي هنا هقول له لما البيرسونال اي دي بيساوي 100، مفيش اساسا بيرسونال اي دي بيساوي 100، ماشي؟ فتعالوا نرن كده ونشوف هيدينا ايه. 99. ليه؟ لان النتيجه دي طلعت بنال، فهو لما دي بنال ما اضافش فيها قيمه جديده عن القيمه اللي كانت موجوده فيها اللي هي 99. فلما ديت خلاص، هو هنا عمل ست حط فيه قيمه، هنا يحط فيه قيمه لا فيها نظر، ما حطش، ماشي؟ لان ما فيش بيرسونال اي دي بيساوي 100. فكانت النتيجه ايه؟ لو رجع لك لاست نيم نال ويرجع لك التمب اي دي لانه ما حطش فيها قيمه جديده، فبالقيمه اللي قبليها، لان هي بالظبط كده الفاريبلز ديت عباره عن مخازن انت بتحط فيها الداتا. من جدول اوبكس كايت انا عملت هنا ديكلير ل فاريبل اسمه برودكت كود ونوعه شار واللينس بتاعه 10، واخدت هنا البرودكت كود حطيت فيه 101. برجع هنا تاني بقول له سيلكت البرودكت كود والبرودكت وين الكود بيساوي كذا. فكرتها ايه هنا؟ ان انت بتستخدم جمله كويري عاديه بس بتضيف فيها اللي هو اللي هنا عن طريق الديكلاريشن. يعني انت ممكن تكتب ال 101 دي هنا في الحته دي، بس لا احنا هنعملها عن طريق المتغير دوت. ونيجي كده اهوت اكسكيوت سوري اوبجكت كايت اهو اكسكيوت اهو، ويطلع لك القيمه. فده معنى ان انت تستخدم قيمه جايه من ديكلاريشن او من فاريبل تستخدمها كمتغير تدخل فيه القيمه. على فكره ده في الستورد بروسيجر معظم شغلنا بيتم بالطريقه ديت. اتمنى تكون المحاضره مش صعبه، اتمنى اي حد عنده استفسار يسيب استفساره في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. وتاني مره بعتذر عن التاخير عن استكمال الكورس، واوعدكم ان احنا هنخلصه في اقرب فرصه ممكنه. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت عشان اليوتيوب غلس شويه في الحاجات بتاعته ديت، عشان خاطر ياخد ثقه في المحتوى. يعني لو ناس كتير عملت عليه لايك وسابت تعليق وشافت الفيديو للاخر وعملت لنا سبسكرايب، ده هيبقى دعم جيد من للقناه، ونقدر ان احنا نكمل وندي فيديوهات اكتر وكورسات اكتر. في النهايه كان معكم المبرمج احمد محمدي، الى اللقاء في الحلقه القادمه.